الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، نتواصل بحمد الله عز وجل في هذه الدروس في هذا الشهر الكريم، في شهر رمضان المبارك الذي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم فيه على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا فيه من المقبولين، وأن يجعلنا وإياكم فيه من عتقائه من النار ومن الفائزين بجنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حديثنا أيها الإخوة كما تعلمون متواصل في قصص صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هؤلاء النفر الأخيار الذين توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عنهم راض، صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. معنا في هذا اللقاء صحابي جليل وعظيم من عظماء هذا الدين، وقائد وفاتح كبير، يعتبر هو فاتح بلاد الشام، وعلى رأسها بيت المقدس شرفه الله تبارك وتعالى وخلصه وفك أسره من اغتصاب اليهود الغاصبين، أبو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو عاشر العشرة المبشرين بالجنة. أبو عبيدة عامر بن الجراح هو أمين هذه الأمة، هو أول من لقب بأمير الأمراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذ أن قيادة الجيوش الإسلامية في بلاد الشام كانت تحت إمرته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما سنذكر ذلك في خلافة الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه. فمن هو أبو عبيدة عامر بن الجراح؟ اسمه عامر ابن عبد الله ابن الجراح ابن هلال ابن أهيب ابن ضبة ابن الحارث ابن فهر القرشي المكي رضي الله عنه وأرضاه. إذن هو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجد السابع، فهر بن مالك يلتقي معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قلناه مرارا أن القرشيين يعود نسبهم إلى شخص واحد، ولذلك بطون وعشائر قريش وإن تفرعت وإن تشعبت إلا أن في نهايتها تلتقي في الجد الرابع أو الخامس أو السادس أو السابع أو أكثر من ذلك. فهنا يلتقي عامر ابن عبد الله بن الجراح وهو أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السابع. أمه رضي الله عنها وأرضاه هي أميمة بنت غنم ابن جابر رضي الله عنها وأرضاه، أدركت الإسلام وأسلمت وصحبت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أبوه عبد الله بن الجراح فلم يسلم ولم يدرك الإسلام، وإنما مات على دين قومه. ولد أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع وعشرين سنة، يعني بحسبة الرياضية ولد رضي الله عنه وأرضاه بعد عام الفيل ب13 سنة، يعني هو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم ب13 سنة رضي الله عنه وأرضاه. فعندما بعث صلوات الله وسلامه عليه على رأس الأربعين، كان عمره 40 سنة عليه الصلاة والسلام، كان عمر أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه 27 سنة، فكان في قمة شبابه وفتوته ورجولته رضي الله عنه وأرضاه. لا يعلم حقيقة في كتب السير والتاريخ، لم يذكروا تفاصيل كثيرة لحياة أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل البعثة. وفي حقيقة الأمر الإنسان يعني لا تعتبر حياته الحقيقية إلا بعد استقامته والتزامه، بعد استقامته
والتزامه هنا تعتبر الحياة الحقيقية، ولا قبل هذا ضياع، ضياع في ضياع. فلا يعنينا شيئا حقيقة، ولم يفتنا كبير علم إذ لم نقف على حياة أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه قبل إسلامه، إذ أن الانطلاقة الحقيقية وحياة الإنسان الحقيقية يكون مبدأها عندما يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. فأسلم رضي الله عنه وأرضاه في بداية البعثة وهو في قمة شبابه وفتوته، كما تعلمون أسلم على يد الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبي بكر عندما دعاه إلى الإسلام، فكان من المسارعين من السابقين الأولين رضي الله عنه وأرضاه. من المناسبات التي تذكر أن أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان شبيها جدا خلقا أو خلقا وخلقا بالصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ذكرنا أن كنتم تذكرون في كلامنا عن أبي بكر رضي الله عنه عندما تكلمنا عن صفته الخلقية، عن شكله، قلنا بأنه هو رجل نحيف أبيض خفيف العارضين معروق الوجه ناتئ الجبهة غائر العينين، هكذا كانت صفة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هنا كذلك أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه ذكر من وصفه بأنه كان رضي الله تعالى عنه رجلا معروق الوجه نحيفا، معروق الوجه يعني قليل اللحم كصفة أبي بكر، خفيف اللحية رضي الله عنه وأرضاه كانت لحيته خفيفة خفيف العارضين، يعني ليس له لحية كثة كحال عمر كحال علي أو كحال النبي صلى الله عليه وسلم، لحية قد ملأت ما بين منكبيه. والله تبارك وتعالى قد خلق الإنسان في أحسن صورة وفي أحسن تقويم، فذا اللحية الخفيفة تناسبه وذا اللحية الكثة تناسبه، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، فكان ذا لحية خفيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طوالا رجلا طويلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أجنأ الظهر، أجنأ الظهر يعني لطوله الفارع انحنى ظهره رضي الله عنه وأرضاه. أثرم الثنيتين، الثنية هي الأضراس أو الأسنان في مقدمة الفم الرباعية، هذه الثنية، قد كسر ثنيته، ولهاتين الثنيتين قصة وشرف لأبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه في كسر ثنيته، في كسر ثنيتيه رضي الله تعالى عنه، سنذكرها. إذن أثرم الثنيتين وله عقيصتان، العقيصتان الجدايل العشايف رضي الله عنه، وهذا طبعا أمرا سائغا في زمانهم، ما يأتينا الآن يقول والله واحد يا أخي أنا أحب أبو عبيدة فبالتالي أريد أن أتشبه بأبو عبيدة فيقوم يربي شعره ويخلي له ضفائر، لا هذا غير مقبول، هذا مخالف، بل هذا يعد من الشهرة التي نهي عنها الإنسان. أو أن يلبس مثلا الإنسان عمامة في مجتمع الكويت مثلا، لباسه ما هو لباس العمامة، فيقول ليش؟ يقول يا أخي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة، هذا غلط، هذا فهم مغلوط، النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة ليس تعبدا، ما في حديث يقول من لبس العمامة له كذا وكذا من الأجر، إنما لبس العمامة هذا وهذا لباسهم، فإذا لبس الإنسان العمامة الآن في زماننا أصبح لباس شهرة، معنى لباس الشهرة مو لباس الشهرة يعني شيء مش يعني شيء مميز، لو مشى في الطرقات الجميع ينظر إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن لباس الشهرة. فالمقصود أن كانت له عقيصتان ضفيرتان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان أبو عبيدة رجلا صادقا، رجلا أمينا، شجاعا، عابدا، زاهدا، يحب أن يكون خامل الذكر، يبتعد عن الشهرة. يكفي أبا عبيدة كلمة قالها الفاروق رضي الله تعالى عن عمر، عمر كان يحب أبا عبيدة حبا عظيما، هذا سيظهر لنا إن شاء الله من وقفاتنا في سيرته.
كان عمر يقدره تقديرا عظيما. يكفيك أن عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما قتل طعنه المجوسي الخبيث أبو لؤلؤة استخلف الستة، قال خلافة في هؤلاء الستة الشورى، وذكرهم عثمان وعلي وطلحة وسعد والزبير وعبد الرحمن بن عوف، ستة، الرجل منهم بأمة، وقال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. يعني ما خليت القضية شورى على طول، جعلت الخلافة في أبي عبيدة، ولكن أبا عبيدة توفي في خلافة الفاروق. حتى أن قال عمر له في يوم الأيام وهو يختبره أو زاره بعد فتح بيت المقدس كما سنذكر، وهو أمير الأمراء، يعني هناك أمراء في الشام، يعني خالد يعد أميرا، شراح بن حسن يعد أميرا، القادة العظام كل واحد على فوج من الجند يعد أمير على رئيس الكتيبة أو أمير هذا الجيش. أبو عبيدة أمير الأمراء كلهم، القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذا المسمى. يعني عندما دخل عليه عمر في بيته وجد عنده سيفا وترسا وشنا، شن يعني إناء مثل السلة فيها كسرة خبز، فقال أين متاعك يا عبيدة وأنت أمير؟ فقال يا أمير المؤمنين إنما هو زاد يبلغنا المقيل. فبكى عمر رضي الله عنه حتى ظلت لحيته، وقال غيرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة لم تغيرك الدنيا. يكفيه هذه الكلمة ممن؟ من الزاهد العابد الورع عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه الكلمة تبين فقط لك مدى تواضعي وزهدي وعبادتي وبعده عن الشهر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو عبيدة عامر ابن الجراح. أبو عبيدة كما قلنا له فضائل كثيرة، من أشهرها إن لم تكن أشهرها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. ليس معنى هذا الكلام أنه ليس في الصحابة أمناء، يعني كون هذا الفضل يخص أو هذه المنقبة تخص لأبي عبيدة ليس معنى ذلك أنه ليس في الصحابة أمناء. يعني كون أبو بكر رضي الله عنه هو الصديق، هل معنى ذلك أنه ما في صديقون في هذه الأمة؟ لا في. هل معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر عمر وبشر عثمان وبشر علي وبشر سعد بن وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام كما مر معنا بشرهم بالشهادة، هل يعني ذلك أنه ما في شهداء غيرهم؟ لا في. إذن عندما يخص النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بخصيصة لا يعني ذلك أن غيره لا يتصف بها، ولكن يعني أن هذا الذي خص بهذه الخصيصة قد تميز بها، فأبو عبيدة كذلك. ولذلك قال العلماء في كلامهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو عبيدة أمين هذه الأمة، قالوا والأمانة مشتركة بينه، يعني بين أبي عبيدة وبين غيره من الصحابة، جميعهم أمناء رضي الله عنهم وأرضاهم. قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص بعضهم بصفات غلبت عليهم وكانوا بها أخص، يعني الأمانة والثقة والصدق أبو عبيدة أخص فيه من غيره، وإن كان جميع الصحابة يشتركون معه في هذا الأمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا هذه الكلمة أو هذا اللقب، هذا هو لقبه أمين هذه الأمة، وكنيته أبو عبيدة، اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي رضي الله عنه وأرضاه. سبب تلقيبه بهذا اللقب العظيم أمين هذه الأمة في عام الوفود كما تعلمون السنة 9 من الهجرة، عندما قدمت الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من جملة الوفود التي قدمت عليه وفد نجران، ووفد نجران نصارى في اليمن، قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بأساقفتهم وأحبارهم ورهبانهم وعلمائهم ووجهائهم وفصحائهم ليناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم وليحاوروه. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم
عن قوله في عيسى ابن مريم، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله من سورة آل عمران: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه، إلى آخر الآيات. وذكرت ذلك لكم إخواني أن تقريبا من صدر سورة آل عمران من بدايتها إلى الآية 82 تقريبا كلها نزلت في وفد نجران في عام الوفود، ردود عليهم ومناقشة. تلاحظ هذه الآيات يكثر ذكر عيسى عليه السلام والحواريين وما جرى له وبينهم، رد على هؤلاء النصارى. فناظرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها العقلاء، إذا كنتم تدعون العقل تستغربون أن يكون عيسى عليه السلام ولد من أم بلا أب؟ لأنهم أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، قال: كيف تقول أنت أن عيسى ابن مريم ولدها وليس هو ابن الرب؟ طيب من أبوه؟ كيف يخلق إنسان من غير أب؟ أين عقولكم؟ نزلت هذه الآية: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. من أبو آدم؟ ما الأب. طيب من أم آدم؟ ليست له أم. الذي خلق من غير أب ولا أم أعجب وأغرب أم الذي خلق من أم بلا أب؟ لا شك الأول أعجب وأغرب، فكون آدم عليه السلام يخلق ويوجد من غير أب ولا أم هذا 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 أدعى للعجب والاستغراب، وأنتم لا تستغربون وتصدقون ذلك. طيب من باب أولى أن تصدقوا أن عيسى عليه السلام خلق من أم بلا أب. وذكرت لكم إخواني أن الناس لا يخرجون عن أربعة أصناف: صنف من البشر خلق من غير أب ولا أم وهو آدم، وصنف من البشر وهو غالبهم والأصل فيهم أنهم خلقوا من أب وأم وهم نحن جميع البشر، وصنف من البشر خلق من أب ومن غير أم وهي حواء، خلقت من آدم من ضلعه فهي من أب وغير أم. فحتى تكتمل القسمة الرباعية وتظهر قدرة القدير سبحانه وتعالى خلق الصنف الرابع اللي هو عكس الصف الثالث، خلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، والله على كل شيء قدير. لم يقبلوا، لم تقبل نصارى نجران هذا الكلام، قال: إذن المباهلة، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته الحسن والحسين وفاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأتى برداء ودعا النصارى، قال: يلا إن كنتم صادقين في تكذيبكم لي فاخرجوا للمباهلة. نقول يعني كل من الطرفين يقول: اللهم اجعل لعنتك على الكاذبين. فتوقف النصارى وخافوا وهابوا أن يباهلوا الحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى قال بطارقتهم وأساقفتهم، قالوا: إن كان نبي حلت علينا اللعنة وأدركت كل عقب منا أينما كان على وجه الأرض، فلا تباهلوه. فنكصوا عن المباهلة ولم وجبنوا عن المباهلة ولم يجاهبوا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الذي خلصت القصة يعني في النهاية؟ رضوا بأن يدفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم الجزية، يعطونه مبلغ من المال جزية، لأنه إما إسلام وإما جزية وإما قتال، فاختاروا الثانية، رفضوا الإسلام واختاروا الجزية. فقالوا: طيب إذن سنذهب إلى بلادنا في جنوب الجزيرة ولتبعث معنا رجلا أمينا يأخذ الجزية الأموال. فقال صلى الله عليه وسلم: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فقال: قم يا أبا عبيدة. قال: هذا أمين هذه الأمة. فأرسله معهم إلى اليمن ليأخذ منهم
الجزية. إذن هذا هو سبب تسميته أو يعني لقبه الذي أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأصبح شهيرا به. إذا قلت أمين هذه الأمة تعني أبا عبيدة، وإذا قلت أبو عبيدة قفز إلى ذهنك أمين هذه الأمة، منقبة عظيمة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. قلنا إسلامه أسلم في يعني في بداية الإسلام، أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يعني في بداية الدعوة في بداياتها، ومن السابقين الأولين، وأسلم على يد الصديق الأكبر كما قلنا. هاجر أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه الهجرة الثانية إلى الحبشة، لأن الحبشة المسلمون هاجروا مرتين، وقلنا سبب اختيارهم الحبشة لأن فيها ملك عادل وهو النجاشي، لا يظلم عنده أحد أو لا يظلم عنده أحد. ذهبوا إلى الحبشة في الهجرة الثانية بعد الحبشة، ويعني بعد أن هاجر المهاجرون للحبشة الهجرة الثانية، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار سورة النجم وفي خواتيمها السجدة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم وسجد المشركون معه، لم يتمالكوا، القرآن قد أخذ بمجاميع قلوبهم فتأثروا به، وهم عرب أقحاح، بل نزل القرآن بلغة قريش. ولذلك الآن أهل القراءات في القرآن يفضلون قراءة حفص، وحفص كما قال الشاطبي وحفص كان بالإتقان مقدمة، أو نعم مقدمة، لم تخن الذاكرة في شاطبية المعروفة. لماذا حفص مقدم؟ الرواية نقرأها الآن، حفص عن عاصم، لماذا مقدم عند القراء؟ لأنها نزلت بلسان قريش. بقية القراءات، لأن القرآن نزل على 7 أحرف، ولاختلاف لهجات العرب، فأفصحها وأسهلها وأيسرها روايتنا، رواية حفص عن عاصم، وهي أتقنها أنها بلسان قريش، ما في إمالات مثلا. هناك من القراءات تتعب لما تقرأ ما تسمعها، أو اسأل الذين يعرفون القراءات يقول لك تتعب فعلا كثيرة الإمالات. هنا ما في إمالات كثيرة، يعني عندك مثلا فقط في موضع واحد في قول الله تبارك وتعالى في سورة هود، قوله وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها، فقط، ما تقول مجراها، تقول مجريها. هذه الإمالة هنا في حفص عن عاصم، ولا هناك كثير من في القراءات الأخرى كثيرة الإمالات، وشغل عمل، يعني ما تقرأ صفحة لطالع روحك من كثر الإمالات والإشمام والإطباق. أيسر وأسهل وأتقن الروايات. فلذلك قريش مقدمة، فسمعوا السجود فسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا واحد طبعا من صناديدهم قال أكره أن يعلو استي جبهتي. الاست اسم من أسماء الدبر، فالإنسان إذا سجد لا شك أنه يكون استه دبره مؤخرته أعلى مستوى من جبهته، فقال هذا الخبيث المتعجرف الطاغية وهو الوحيد، قال يكفي، قال أكره أن يعلو استي جبهتي، فأخذ تراب من الأرض وقال حط على الجبهة، قال يكفيني هذا، طبعا أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. تناقل الناس الأخبار بأن قريشا قد أسلمت، هم سجدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال أكيد أسلموا، فالذين هاجروا للحبشة وصلت لهم الأخبار أن قومكم قد أسلموا ورجعوا على اعتبار أنهم أسلموا، فعندما اقتربوا من مكة تيقنوا الخبر أن القضية مجرد يعني سجود فقط لا أكثر ولا أقل، ولم يسلموا، دخل وعاد خلاص، بعد ما في مجال يرجع للحبشة، دخل رضي الله عنه إلى مكة وبقي هناك، يعني يعاني من الاضطهاد، يعاني من الصدود، يعاني من الحرب، يعاني ربما من العذاب، إلى أن أذن الله تبارك وتعالى لنبيه وللمؤمنين بالهجرة إلى المدينة النبوية. هاجر المهاجرون
ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر أبو عبيدة بعد ذلك لوحده وهو على ناقته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمن حب النبي صلى الله عليه وسلم له أنه خرج من المدينة لاستقبال أبي عبيدة. عندما جاء أبو عبيدة فرح النبي صلى الله عليه وسلم بقدومه واستقبله، وآخى بينه كما تعلمون، آخى بين المهاجر والأنصار، فآخى بين أبي عبيدة وبين سيد الأنصار سعد بن معاذ رضي الله تعالى عن الجميع. أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد. قلنا إخواني مرارا، هذه الكلمة يكررها العلماء في السير، في سيرة الأصحاب رضي الله عنهم، لأنها تعد منقبة. عندما تقول فلان شهد جميع المشاهد، يعني لم يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدل ذلك على صدقهم وفائهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. في غزوة بدر، تلك الغزوة العظيمة التي سماها الله تبارك وتعالى بيوم الفرقان، أبلى أبو عبيدة بلاء حسنا ودافع النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا مستميت. كان رجل من المشركين، كان فارسا مغوارا، كان قد أثخن في المسلمين، وكان أبو عبيدة يتصدى له، يبعده، يتصدى له، يبعده عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رأى أن هذا الرجل قد أكثر في المسلمين، فانقض عليه أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كالأسد الضاري، ثم قتله شر قتله. من هذا الرجل المقتول؟ هو والد أبي عبيدة. تخيل، تصدى لوالده وقتل والده شر قتله. لماذا؟ لأنهم رضي الله عنهم أرضاهم لم يكونوا يداهنون، لم يكونوا يحابون، لم يكونوا يجاملون على حساب هذا الدين. فأنزل الله تبارك وتعالى آيات تتلى إلى يوم القيامة، خلدها في قرآنه الخالد، في كتابه الخالد، لهذا الرجل الخالد. قال الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذه ما هي من صفات المؤمنين، ما تقول ولد عمي، ولد خالي، ولد قبيلتي، أخوي، ولدي، أبوي، لا، أعظم العرى وأعظم الوشائج والربائط عرى الإيمان، أخوة الإيمان، بعدها تأتي أخوة النسب بدن. لذلك هنا أبو عبيدة رضي الله عنه ضرب لنا مثلا عمليا تطبيقيا في تطبيق هذه الآية. قال سبحانه وتعالى: ولو كانوا آباءهم، ما يحبونهم، ما يودونهم، لأنهم حادوا الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم، كأبي عبيدة مع أبيه، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك من هم؟ الذين لا يودون من حاد الله ورسوله، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. شهادة من الله سبحانه وتعالى لأبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تمر السنوات مسرعة، أو بعد بدر بسنة جاءت قريش تنتقم، فوقعت غزوة أحد كما تعلمون، تلك الغزوة العظيمة أيضا أبلى فيها أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بلاء حسنا، ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا مستميت، كاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، شج رأسه، ضربه ابن عبد الله بن قمئة، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة موجعة على كتفه، ولكنه كان يرتدي عليه الصلاة والسلام الدرع، فلم تنفذ له تماما، ولكن من جراء هذه الضربة اشتكى منها النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، حتى قال هذا عبد الله بن قمئة الخبيث، قال: خذها مني وأنا ابن قمئة. قال له صلى الله عليه وسلم: أقمأك الله. دعا عليه. فبعد انتهاء المعركة عادت قريش إلى مكة،
كان هذا عبد الله بن قميئة له غنيمات على رأس جبل، فذهب إليها يرعى الغنم، يرى غنمه، فبينما هو مع غنيماته في رأس الجبل على شاهق مرتفع، ند تيس من الشياه، ند، وانطلق إلى عبد الله بن قميئة، فما كان من هذا التيس إلا أن نطحه، فسقط ابن قميئة من هذا الشاهق العظيم وهلك لساعته بدعوى النبي صلى الله عليه وسلم. قال خذها مني وأنا ابن قميئة. قال أقمأك الله، فأقمأه الله وأماته شر ميته. شج رأسه، كسرت رباعيته، أو دخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريف صلى الله عليه وسلم، سقط عن فرسه وكاد أن يقتل، فكان من الذين أحاطوا به هذا المثال فارس المغوار البطل العظيم أبو عبيدة أمين هذه الأمة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج حلقتي المغفر من وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجهما أو أخرجها بأسنانه، يعني عض عليها بثناياه عند الرباعيتي، ثم جذب حلقتي المغفر، فما كان من هاتين الثنيتين إلا أن كسرتا. طبعا كل هذا إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقم مثلا بجذب هاتين الحلقتين بيده، لأن هذا سيؤلم وجه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما آثر أن تكسر رباعيته، أن يتألم هو في جنب الله تبارك وتعالى، ولا أن يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ولا يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بسبب هذا كسرت رباعيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن العجيب، ومن العجيب إخواني، الإنسان عادة إذا كسرت أسنانه يزداد قبحا ولا يزداد جمالا؟ قبحا. شوف الضروسه طايحه ايش يسوي؟ يحاول يركب، يصلح ما افسده الدهر، حتى يظهر حتى اذا ضحك يظهر بشكل جميل، يعيد شبابه. سبحان الله، الامر هنا مختلف مع ابي عبيده. الاصل ان الانسان اذا كسرت اسنانه لا سيما الاسنان الامانيه مشكله، تظهر الانسان بمظهر قبيح، يستحي أن يضحك حتى لا يرى الناس هذه يعني الفتحات، فيزداد قبحا. أبو عبيدة ازداد جمالا، إنه كسرت رباعيتاه في جنب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عنه أهل السير، قالوا فانقلعت ثنيتاه، يعني عندما أخرج حلقتي المغفر من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحسن ثغره، يعني فمه، فحسن ثغره بذهابهما، حتى قيل ما رؤية هتم قط، هتم فم ثغر، ما رؤية هتم قط أحسن من هتم أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. وهذه فيه فائدة، أن الإنسان يقدم في طاعة الله عز وجل، لا ترعوي ولا تنظر ولا تحزن ولا تبخل ولا تخشى ولا تخاف، طالما أنك مع الله فأنت المنتصر، فأنت المستفيد. لذلك يعني هنا هذا مثال، أبو عبيدة لم يقل والله بس شلون يصير شكلي، شو أقول حق المرأة، شلون تزوج، شلون أضبط حالي، بس بعض الناس مثلا افعل كذا يقول كخي وشكلي يا حبيبي سنة دين، وشكلي لا اسمح لي، لازم أنا أكون إنسان صاحب هندام، صاحب كذا وكذا، كيفك؟ إذا لا تلوم نفسك في ذلك اليوم العظيم. فهنا أبو عبيدة لم يتلكأ، كسرت رباعيته لماذا؟ في جنب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، موقف عظيم خلده التاريخ له، فالجزاء من جنس العمل، ف جعله الله تبارك وتعالى، جعل صورته وجعل ثغره أحسن ما رأيت ثغرا رضي الله عنه وأرضاه. عن عبد الله قال سألت عائشة رضي الله عنها أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلي، من كان يحبهم أكثر شيء؟
فقالت: أبو بكر ثم عمر ثم أبو عبيدة ابن الجراح. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وهو حديث صحيح: قال: نعم الرجل أبو عبيدة ابن الجراح. ترى هذه التزكيات مو من رجل عادي تخرج، مو من رجل عادي ولا من أمير ولا وزير ولا لا، من الذي لا ينطق عن الهوى، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وحي، هذا الكلام وحي، ما هو كلام عادي، مو تزكية عالم ولا محدث ولا إنسان فاضل، تزكية من الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، صلوات ربي وسلامه عليه. مواقفه شهيرة، مواقفه عظيمة، بطولاته أكثر من أن تحصى، رضي الله عنه وأرضاه. مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، شارك كما قلنا في جميع المشاهد التي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا استمر على ذلك في خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واستمر كذلك في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أن توفاه الله عز وجل. من الأحداث أو الحوادث الجميلة التي تبين تواضع، تواضعه الجم إخواني، تواضعه الجم رضي الله تعالى عنه ورحمه، في معركة أو في سرية ذات السلاسل. ذات السلاسل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، بعث عمرو بن العاص داهية العرب، بعثه على مجموعة من المجاهدين أن يذهبوا إلى أرض بلي وعذرة، يعني من قبائل العرب، ليدعو الناس إلى الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار عبد الله بن عمرو بن العاص قصدا، أولا هو قائد كبير لا شك، ثانيا أن أم عمرو بن العاص من هذه القبائل، يعني هؤلاء أخواله، فهذا يكون يعني أسهل في الدعوة وأقرب إلى قلوبهم، والعرب تقدر صلة الرحم والقرابة لا شك. فتألفهم بذلك، فسار عمرو حتى إذا كان على ماء بأرض جذام، يقال لهذا المال السلسل، يقال لهذا المال السلسل، ولذلك تعرف بهذه السرية أو هذه المعركة بسرية ذات السلاسل المعروفة. خاف هنا عمرو بن العاص، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه المدد، يعني أريد مددا من الجند، تعزيز قوات جديدة. فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة من المهاجرين الأولين من السابقين رضي الله عنهم وأرضاهم، أبو بكر وعمر، هؤلاء القادة العظام في هذه السرية، وأمر عليهم أبا عبيدة عامر بن الجراح، مع أن فيهم أبو بكر وعمر، لكن أعطي القوس باريها، أمر عليهم أبا عبيدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حين وجهه، قال: لا تختلف، إذا وصلت إلى عمر، إلى عمرو بن العاص، لا تختلف. فخرج أبو عبيدة حتى وصل، حتى قدم على عمرو بن العاص، فقال عمرو: الآن أصبح الجيش لابد يكون له قائد واحد، عمرو بن العاص هو قائد الجيش الأصلي هناك، السرية الأصلية، وأبو عبيدة هو قائد المدد، طيب من يكون القائد العام؟ فقال عمرو: إنما جئت مددا لي، يعني أنا الأصل، أنا القائد، وأنت تابع لي أبا عبيدة. قال أبو عبيدة: لا، ولكني على ما أنا عليه، وأنت على ما أنت عليه، يعني أنت أمير على سريتك وأنا أمير على سريتي. وكان أبو عبيدة رجلا لينا سهلا هينا عليه أمر الدنيا، فقال له عمرو بن العاص: بل أنت مدد لي. أصر. فقال أبو عبيدة: يا عمرو، هون عليك، المسألة ما تسوى، ترى يا عمرو، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: لا تختلف، وإنك، شوف الكلمة الجميلة الآن، قال: وإنك إن عصيتني أطعتك، يعني أصريت أنك إلا أكون أنا ما أختلف معك، أنت الأمير، أنت الأمير، ما عندي مشكلة أنا. قال: فإني الأمير عليك، يقول عمرو، وأنت مدد لي. قال: فدونك، يعني الأمر كما تحب، أنت الأمير وأنا تحتك، جند من جنودك. فصلى عمرو بالناس، لأن من عادتهم كان أمير الجيش هو الذي يصلي بالناس، فصلى عمرو العاص فقال: دونك، الأمر لك، ما عندي مشكلة أنا. إذن هذا يبين زهده، تواضعه، رذوخه،
يعني كأن لسان حاله يقول المهم أن ننصر دين الله، أنت القائد أنا القائد، أنت الناصر أنا الناصر، أنت المتكلم أنا المتكلم، ما غير مهم، المهم أن ينتصر دين الله. وهذه إخواني والله العظيم مهمة جدا، مهمة جدا، كما بين صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي مدحه، قال إن كان في المقدمة كان في المقدمة، إن كان في الساقة كان في الساقة. المهم أن يشارك الإنسان في نصر دين الله عز وجل. بعض الناس تقول يا أخي والله مثلا أنت فعل كذا، يقول أنا أسوي كذا، أنا فعل كذا، لا أخوي أنا ما لازم تحطني على محاضرة وصير شيخ ودرس ياه، وإذا تكلم غيرك شو المشكلة، وإذا بلغ غيرك شو المشكلة، المشكلة مو ظهور ونجم سينمائي، القضية نصر لدين الله عز وجل، من الذي ينصر الدين، خلاص هذا هو المهم. لذلك هذا من المواقف التي خلدها التاريخ له رضي الله تعالى عنه وارضاه. كذلك عندما تولى في خلافة الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضى أبي بكر، كان أبو عبيدة مع جند المسلمين في الشام، الفتوحات العظيمة في الشام، المدائن واليرموك وبعد ذلك القادسية ونهاوند، معارك عظيمة إخواني خالدة، هذه استطاع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن ينشروا دين التوحيد في تلك البلاد، بلاد عظيمة، ما دار في خلد العرب أصلا أن يتجرؤوا أن تصل دعوتهم إليها، ولكن هذا الإسلام رفعهم، كما قال الفاروق نحن قوم كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. في خلافة الصديق أبي بكر رضي الله عنه جعل القيادة العامة للجيش في بلاد الشام لسيف الله المسلول، لأبي سليمان، لخالد بن الوليد، وأبو عبيدة من جملة جنوده وأمرائه، لكن القائد العام خالد بن الوليد. توفي الصديق الأكبر، تولى الخلافة الفاروق، فما كان من الفاروق في معركة اليرموك الفاصلة، معركة اليرموك مع الروم، معركة فاصلة هذه، جاء الكتاب إلى أبي عبيدة من الفاروق، أنت يا أبا عبيدة الأمير. ولذلك قال عمر بن الخطاب بعد أن عاد أبا عبيدة إلى منصب القيادة العامة بعد وفاة أبي بكر، كان يقول لا أمير على أبي عبيدة، من اللي ممكن يصير أمير في جيش فيه أبو عبيدة؟ هذه نظرة عمر، يبخص أبو عبيدة زين، ولذلك في خلافته كان يقدمه، كان يعزه يكرمه، فقال لا أميرة على أبي عبيدة، فجاءه الكتاب قال أنت الأمير على خالد. وصل الكتاب إليه في معركة يرموك الفاصلة. ماذا فعل أبو عبيدة إخواني؟ انظر إلى حرصه على سلامة وحدة الجبهة الإسلامية، على عدم حرصه على القيادة والظهور والسيادة والتقدم. أبو عبيدة لسان حاله يقول يا ليتني كنت خامل الذكر ولم أكن قائدا، إنما جند من جند المسلمين. قال عندما وصل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، دارت المعركة بقيادة أبي سليمان خالد بن الوليد، مع أن القائد العام المفروض منه أبو عبيدة، ولكن كتم أبو عبيدة الكتاب لم يقدمه لخالد، وأصبح جنديا من جنود خالد، حتى انتهت المعركة وانتصر المسلمون بحمد الله عز وجل. علم خالد رضي الله عنه بأمر عزله أنه عزل، يفترض يعني قبل المعركة يتولى القيادة العامة أبو عبيدة، ولكن خالد كان لا يعلم، فأقبله حتى دخل على أبي عبيدة في خيمته فقال يغفر الله لك، أتاك كتاب أمير المؤمنين بالولاية فلم تعلمني، وأنت تصلي خلفي، أنت الأمير يفترض تصلي بنا والسلطان سلطانك. فقال أبو عبيدة وأنت يغفر الله لك، ما كنت لأعلمك ذلك حتى تعلمه من عندي غيري، يعني من تواضعه وزهده في الإمارة، يقول ما حبيت أقول لك والله تفضل هذا الكتاب، يلا وخر عن القيادة العامة، عطني أشوف الفرس والإحصاء أنت. لا، لم يكن كذلك رضي الله عنه وأرضاه، لم يكن حريصا، فقال يعني أكيد تدري من غيري، ما
متى علمت مو مشكلة عندي أنا، المهم انتصرنا، المهم أصبحت راية التوحيد خفاقة، هذا هو المهم. فقال: وما كنت، هذا الكلام لأبي عبيدة لخالد، وما كنت لأكسر عليك حربك. أنت الآن في المعمعة، في بالك ترتيبات خاصة، وهذا ما هو بسيط. سيف الله المسلول خالد بن الوليد، قال: في بالك تخطيطات، في بالك كر وفر، في بالك تقسيمة معينة للجيش، للكتائب تعبئة معينة، ما أردت أن 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 أفسد عليك هذا الأمر، تركتك حتى ينقضي ذلك كله. ثم قد كنت أو قد كنت أعلمك إن شاء الله، وما سلطان الدنيا أريد، وما للدنيا أعمل. وصدق رضي الله عنه وأرضاه: وإنما تراه من هذه الدنيا الفانية الحقيرة ستصير إلى زوال وانقطاع. انظر إلى زهده: وإنما نحن إخوان وقوام بأمر الله عز وجل، وما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه ولا دنياه، بل يعلم الوالي أنه يكاد أن يكون أدناهما إلى الفتنة. شوف تحت خطين هذه، شوف الصحابة كيف يفرون من الصدارة، يفرون من الولاية، يفرون من القيادة. ليش؟ لأن فتنة. قال: بالعكس، أنت بهذه عندما تقدمت أنت 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 يعني أغلقت علي باب فتنة، لأن الإنسان ما يأمن نفسه، قد يغتر بما هو عليه. فقال: أنه يكاد أن يكون أدناهما إلى الفتنة وأوقعهما في الخطيئة، لما يعرض من الهلكة إلا من عصم الله عز وجل وقليل ما هم. كلمات ذهب ذهب، رد ولا أروع لخالد رضي الله تعالى عنه من هذا القائد العظيم. أبو عبيدة إخواني على قوته وصلابته وقيادته الفذة كان من أكثر القادة تريثا، ما كان من الذين همهم تعطش الدماء وسفك الدماء والقتال والتهديم والتدمير، لا، كان حتى إن بعض الناس من جنده وجدوا عليه، يعني تضايقوا منه بعض الشيء لتأخره في الهجوم والانقضاض على أعدائه، وذلك لأنه كان حريصا أن يصل مع أعدائه إلى آخر نقطة ممكن أن يكون الصلح بينهم حقنا للدماء. وهذه السياسة الحكيمة انتشرت عن شخصية القائد العظيم أبي عبيدة، حتى بفضل هذه السياسة العظيمة دخلت كثير من مدن بلاد الشام دون حرب، لما علموا من سياسته وحرصه على حقن الدماء رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك كان كثير من قادة المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحبون، بل يودون ويتسابقون أن يكونوا في جيش أبي عبيدة ولا يكونوا في جيش غيره. يعني إذا كان هناك جيشان مثلا أو ثلاثة جيوش أو أربعة، جيش قائده أبو عبيدة، جيش قائده خالد، جيش قائده شرحبيل بن حسنة، جيش قائده المقداد، جيش قائده الزبير، لو خير أي جندي وين بتروح؟ يقول: خلني مع أبو عبيدة. مثال: خالد بن سعيد رضي الله عنه كان يفضل ويحب أن ينضم إلى جيش أبي عبيدة ولا أن ينضم إلى جيش ابن عمه، ولد عمه خليصة، يزيد ابن أبي سفيان. ولما سئل عن ذلك يقول: ابن عمي يزيد ابن عمي، صح، أحب إلي من هذا، من أبي عبيدة في قرابتي، القربة ماشي، وابن عمي ما اختلفنا، وهذا يعني أبا عبيدة أحب إلي من ابن عمي في دينه، هذا كان أخي في ديني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما قال. لذلك كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يتسابقون على أن يكونوا في إمرة أبي عبيدة. نختم إن شاء الله تعالى. طبعا كما قلنا فتحت كثير من بلاد الشام، فهو فاتح الشام. إذا سمعت أو قرأت أو سئلت من هو فاتح بلاد الشام، فقل: أمين هذه الأمة أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. فتحت اللاذقية، حمص، دمشق، كثير من الحصون فتحت بحنكته وقوته وحسن إدارته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان مسك الختام الفتح العظيم، فتح إيلياء التي هي بيت المقدس.
بتحقيق بشارة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن بيت المقدس سيفتح، وهذا من أشراط الساعة الصغرى. فتحها رضي الله تعالى عنها وأرضاه بعد أن طلب أهل فلسطين، أهل إلياء بيت المقدس، حاصرها. فطلب أهلها من أبي عبيدة أن يصالحهم مثل ما صالح عليه أهل الشام، وأن يكون الذي يتولى عقد الصلح وأن يتسلم مفاتيح بيت المقدس المسجد الأقصى هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ما أعطي كانت أبو عبيدة، فكتب أبو عبيدة إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه أن يأتي إلينا. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه واستلم مفاتيح بيت المقدس، يعني مما وجد عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قدم الشام ليستلم مفاتيح بيت المقدس تلقاه أمراء الأجناد، الأمراء على الكتائب، الصحابة العظام القادة وعظماء أهل الأرض. فقال عمر: أين أخي؟ شوف عمر كان يحب، لولا ضيق الوقت لذكرت لكم مواقف كثيرة كيف أن عمر كان يحب ويبجل ويقدر أبا عبيدة تقديرا عظيما. هنا لم يسأل إلا عن أبي عبيدة، تلقاه جل الصحابة والعظماء والقادة، فقال: أين أخي؟ فقالوا: من؟ قال: أبو عبيدة. قالوا: يأتيك الآن. فجاء على ناقة مخطومة، هو أمير الأمراء، فاتح بلاد الشام، القائد الأعلى لقوات المسلمين هناك. يفترض أن يأتي بموكب وأبهة وفرس وسيف وصولجان وهمل، أبدا. أتى على ناقة مخطومة بخيط رضي الله عنه في ثياب الرثة من تواضعه وزهده. قال: فجاء على ناقة مخطومة بحبل فسلم عليه. فقال عمر للناس: انصرفوا عنا، خلوني أبي أتكلم معه وأبث الشجون. قال: انصرفوا عنا. وسار مع أبي عبيدة إلى منزله، إلى منزل أبي عبيدة، فنزل عليه. فدخل عمر المنزل فلم يرى في بيته إلا سيفه وترسه، الترس ما يتقي به المقاتل الضربات. فقال عمر: لو اتخذت متاعا أو شيئا. فقال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، هذا سيبلغنا المقيل، يعني هذا المتاع فقط لهذه الدنيا الفانية، هذا الذي نحتاجه. في رواية أخرى أن عمر قال عندما جاء إلى أبي عبيدة وقال للناس وللجند ولل هذا الحشد الكبير، قال: انصرفوا عنا، دعوني مع أخي. فقال عمر لأبي عبيدة: اذهب بنا إلى منزلك يا أبا عبيدة. فقال له: وما تصنع عندي يا أمير المؤمنين؟ شق ليش؟ ما تريد، يقول أبو عبيدة لعمر: ما تريد إلا أن تعصر عينيك علي، يعني أن تذرف الدموع إذا رأيت حالي، لا تأتي إلى منزلي. ودخل عمر بعد أن أصر أن يذهب مع أبو عبيدة، ودخل عمر فلم يرى فيه في البيت شيئا، فقال: أين متاعك؟ لا أرى إلا لبدا، شيء قليل، وصفحة إناء، وشنن سلة فيها شيء من الطعام اليسير. وأنت أمير؟ فقال: أعندك طعام؟ فقال أبو عبيدة: إلى جونة، يعني مكان صغير فيه تمرات يسيرة وكسرات من الخبز. فأخذ منها كسيرات، فرآها عمر الزاهد العابد، فرآها فبكى عمر. فقال له أبو عبيدة: قلت لك إنك ستعصر عينيك علي يا أمير المؤمنين، يكفيك، يقول أبو عبيدة لعمر: يكفيك من الزاد ما بلغك المحل، يعني الذي يأكل الآن، اللي يأكل مفطح، واللي يأكل مطبق زبيدي، ولا الأكلات الشهيرة الجميلة هذه، طيب شوكم الحين بعد الصيام رحتوا فيها، طيب الذي يأكل هذه الأكلات الآن، واللي يأكل كسرة خبز ونقعها ما يأكلها، هذا سيعيش وهذا سيعيش، ليس كذلك؟ وكل منهما سيبلغ المحل، إما إلى جنة وإما إلى نار، لكن من الذي يقوى على العيش الثاني؟
ويزهد في هذه الدنيا. ما نقول المفطح والزبيدي حرام، كل من طيبات ما رزقك الله عز وجل واشكره جل في علاه، لكن المقصود من زهدهم في هذه الدنيا إلى هذه الدرجة، يعني أن الدنيا ما تسوى عنده أن يطبخ طبخة زينة ويلبس ثوب نظيف، يعني ثوب كشخة، ما تسوى عند الدنيا، ليس بخلا إنما زهدا. فقال له، فقال عمر: غيرتنا الدنيا. كيف غيرتك يا عمر؟ أنت غيرتك الدنيا، ماذا نقول نحن؟ قال: غيرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة، أنت هذا حالك على ما تركك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزهد. الموقف الأخير موقف جميل جدا. تعلمون أن عمر كان رضي الله عنه حريصا على تفقد عماله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ 400 دينار، مبلغ كبير هذا، 400 دينار، فجعلها في صرة بكشة صغيرة، فقال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة واعطيها أبا عبيدة، ثم تلهى عنده في الدار، يعني سو نفسك تحوس شوي في الدار وانتهى عينك على أبي عبيدة، شو يسوي الـ400؟ أبيك تشوفه، شوف اختبار له. فعلا ذهب هذا الغلام، طرق الباب، تفضل. فقال الغلام: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك، عطية منه، خذها انتفع فيها. فقال أبو عبيدة: وصله الله ورحمه، جزاه الله خير، ما قصر. ثم قال أبو عبيدة: يا جارية، خدامة اللي عنده الجارية، اذهبي بهذه 7 إلى فلان، وهذه 5 إلى فلان، وهذه 4 إلى فلان، وهذه 10 إلى آلف، قسمها كلها وجعله شنا باليا، الكيس فاضي، رمى. طبعا هذا الغلام رأى الآن، ثم ذهب إلى عمر، فرجع الغلام إلى عمر وأخبره، فوجده الغلام وجد عمر عد 400 نفسها ووضعها في صرة، وقال: اذهب بهذه إلى معاذ بن جبل صحابي الجليل، وأعطيه إياه وتلهى عنده، هم سو نفسك شوي مشغول وعينك عليه، شو سو فيهم. فذهب بها إلى معاذ بن جبل وطرق عليه، فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال معاذ رحمه الله ووصله، جزاه الله خير ما قصر: تعالي يا جارية، اذهبي بهذا المال إلى بيت فلان، وبهذا المال إلى بيت فلان، على طول قسم المال. ثم حتى كاد المال أن ينفذ من الصرة، فاطلعت، خرجت امرأة معاذ فقالت له: نحن والله مساكين، أعطنا شيئا على الأقل، عدنا من ضمن فنظر إليها ولم يتبقى في الخرقة إلا ديناران، فدحى بهما إليها، قال: خذيه فكينا، فدحى بهما إليها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره أنه قسمها كما قسمها عبيدة، فسر عمر بذلك وقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض. من الذي رباهم؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. من الذي أدبهم وزهدهم ورباهم وزكاهم؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. حان وقت الرحيل ونزل الموت بأبي عبيدة. كان أبو عبيدة في بلاد الأردن رضي الله عنه يجاهد هناك في شرق نهر الأردن، وفي تلك المدينة مدينة عمواس نزل بها الطاعون، طاعون عمواس الذي أيضا يعده بعض أهل العلم من أشراط الساعة الصغرى. فخاف عمر عندما جاءته الأخبار، وعمر كان يتابع الجند وإن كانوا في أصقاع الدنيا على البريد المستعجل، كأنهم معهم رضي الله عنه وأرضاه. المهم خاف عمر على أبي عبيدة أن يموت في طاعون عمواس، فكتب إليه عمر، كتب إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال له رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخبر، يعني يقول عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة، قال: عرضت لي حاجة ولا غنى بي عنك فيها فعجل إلي. يعني كتب لعمر قال له: يا أبا عبيدة، في حاجة ضرورية عندي في المدينة، أبيك تجيني بسرعة الآن، ولم يذكر له ما هي الحاجة. قصد عمر ماذا؟ أن ينجو أبو عبيدة من الطاعون، وأن يأتيه مسرعا ليبقي على حياته حبا له وخوفا عليه.
ففطن أبو عبيدة لمغزى عمر، فلما قرأ الكتاب أبو عبيدة وهو في الأردن في عمواس قال: عرفت حاجة أمير المؤمنين، إنه يريد أن يستبقي ما ليس بباق، يريد أن يجعلني على قيد الحياة، وأنا والله أبيت ما خرجت إلا طلبا للشهادة. فكتب ردا على أمير المؤمنين قال: إني قد عرفت حاجتك فحللني من عزيمتك. يعني كان يقول: إذا فعلا يا عمر كنت تحبني فلا تعزم عليه، لأن إذا عزم عليه لابد السمع والطاعة. إذا قال له عزمت عليك أن تأتيني سيأتيه، خلاص سمع طاعة، ما في روح تعال. لكن أبا عبيد يقول له: يعني أرجوك أن تعفيني، لا تعزم عليه، أنا أدري ما تريد، أن أنجو مما أنا فيه وأنا أريد طلبا للشهادة. قال له، قال: فحللني من عزيمتك، فإني في جند من أجناد المسلمين لا أرغب بنفسي عنهم، اللي يصيبهم يصيبني أنا معاهم، كيف أتركهم وآتيك؟ فلما قرأ عمر الكتاب بكى رضي الله عنه وأرضاه. فقيل له: مات أبو عبيدة؟ قال: لا، وكأن قد، يعني خلاص هو الآن لا أظن سينجو من هذه المهلكة. فتوفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في طاعون عمواس، وانكشف الطاعون. توفي أبو عبيدة سنة 18 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه، وله 58 سنة. دفن في بلاد الأردن، وأظن في بلاد الأردن ما ذهبت، لكن من ذهب إليها في طريق معين له وضعوا علامة يذكرون فيها قبور بعض الصحابة الذين دفن هناك. وطبعا قضية القبور وزيارة القبور هذه معروف لديكم الأحكام الخاصة المتعلقة بها، ولا يغلو الإنسان فيهم. فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وسالت دموع الفاروق حزنا على أبي عبيدة عندما نعي إليه خبر وفاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى قال عمر رضي الله عنه كان يوما جالسا مع أصحابه بعد وفاة أبي عبيدة في دار، فيقول لأصحابه: ما تتمنون؟ كل واحد يتمنى. فواحد قال: أتمنى يا أمير المؤمنين ملء هذه الحجرة ذهبا ليتصدق في سبيل الله. الآخر قال: أتمنى؟ قال: أتمنى لؤلؤا وزبرجدا ملء هذه الغرفة ليتصدق في سبيل الله. قال عمر: أما أنا فأتمنى ملء هذه الغرفة رجالا أمثال أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وارضاه أمين هذه الأمة. كما قلنا توفي وله 58 سنة في خلافة الفاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه، وشهيدا سعيدا نلقاه بإذن الله تبارك وتعالى عند الله سبحانه وتعالى في الفردوس الأعلى. أسأله سبحانه وتعالى أن يبلغ لنا ما سألناه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى غدا مع صحابي جليد أو مع صحابية جديدة، الله أعلم. هذا والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.